أخت مروان ومشكلة الرابو وهجوم المتابعين على نارين بيوتي بسبب فيديو أبو الروب، شاهدوا المزيد من التفاصيل. تعرض أخ اليوتيوبر أخت مروان بالأمس لأزمة الرابو خانقة. اضطر أخت مروان لأخذ أخيه فورا إلى الصيدلية، والمعروف عن تيم أنه يعاني من مرض رابو الأطفال. جايز، اليوم كان يوم طويل كتير لدرجة أنه نسيت صور ستوريز، بس سويت أشياء كتير وحتى صورت فيديو يوتيوب. حاليا قاعد بالبيت، بس في واحد تعبان. تعبان ميت. ليه شبك؟ أوف كل هاد؟ لحمة طول خلص ما تشرح لي خلص بعيد الشر. عن تيم معه ربو أطفال. انت عم بتسلم، انت شو انت عم تحكي هلا ولا شو عم بصير معك؟ لا اوكي هيك عم تنفس يا صحة جامل. صحة قلبت الآية لما يحكي بيشعر صح؟ طب بدك نروح نجيب لك دواء؟ ايه يلا يا زلمه شو ناطر؟ استغفر الله العظيم، ما فيك تأجل الساعة لبكرة؟ لا So if you feel difficulty, you can take the Novalis. أصالة المالح بالأمس نشرت ستوريات وهي تطبخ، وقامت بوضع أغنية للمغنية كاتي بيري، والأغنية كانت تحت عنوان بون أبيتي. وأغلب التعليقات انهالت على أصالة أن هذه المغنية لديها نفس صوت أصالة المالح، والبعض اعتقد بالفعل أن أصالة هي التي تقوم بالغناء. بعد أن صرح أبو الروب بالأمس أن هناك يوتيوبر اشتكت عليه بسبب فيديو قام بنشره، أغلب المتابعين بالأمس قاموا بالهجوم على اليوتيوبر نارين بيوتي واتهموها بأنها هي من اشتكت على أبو الروب. ولكن من جهة أخرى أبو الروب بالأمس كشف أن الصور التي قام بإدراجها في الفيديو هي صور غير حقيقية، وأنها صور مأخوذة من الإنترنت ولا تعود لأي يوتيوبر. وأيضا يذكر سابقا أن اليوتيوبر شيرو ما في غيره أخ اليوتيوبر نارين بيوتي صرح في فيديو له أنهم لم يشتكوا على أبو الروب، وبالتالي فنارين بيوتي مستبعدة من هذه الاتهامات. يا أحمد يأذيك، كنا اتجهنا للقضاء، والقضاء الأردني ما في معه ماسح بهالقصص أبدا، بس إنه خلاص الله يستغفر فيه. فأجيت كمان لدبي، ما دقيت لا لأمي، لا حاولت أدق لناري، ما حاولت أتصل لحدا، مع إنه أنت بدبي يعني ونحن عدونا، بس يفوت بيتنا نعتبره خلاص من أهل البيت، ما دام هو بيتنا نعتبره من أهل البيت عدونا. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كثير لدعمكم وحبيتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلمتلكم، نشوفكم الفيديو الجاي.